سلام أهلا بتونس. 1 أفريل اليوم العالمي للتفوريخ، اليوم الذي يشكل فرصة لكل من يرغب في تنظيف الخلط متاعه، مثلا يقصها مع العبيد اللي تعملوا كذبة أفريل. ومش كان هذا، هذا زاد آخر نهار نتقابلوا فيه قبل رمضان. إن شاء الله مبروك علينا وعليك تونس، وكل عام وإحنا بخير. رمضان فرصة جميلة للم الشمل وسيلة الرحم والتصالح مع الذات ومع الغير، وهو كذلك فرصة إضافية باش ننظفوا الخلط متاعنا زادة، مثلا من العبيد اللي يهستروا ويوليوا يتلكشوا، قال شنو محشي. بربي نحاول نعديوها رايضين السنة، خاصة وأني المهمة وليت أسهل برشا من غير هذوكم. يا حسرة كنا نعديو رمضان نتلاطخوا مع لجنة الأمر بالتخونيج والنهي عن الحرية متاع الإخوة. إن شاء الله ربي يخفف علينا السنة بمناسبة دخولنا في المرحلة الجديدة من التاريخ. على ذكر التاريخ، ما حكيت لكمش على المستجدات السياسية أنا يا لطيف. بو مانيش باش نطول عليكم، أما راهو لاباس، أمورنا الكل مريقلة. هاي الشروق قاتلك لوجود قصد إجرامي، الغنوشي والنواب مهددون بعقوبات تصل إلى الإعدام، سياسيون يتفاعلون مع حل البرلمان، قرار صائب والتشاركية مطلوبة، تحاليل الشروق، ليلة سقوط ربيع الخراب العبري. أي ربيع الخراب العبري كما سمعتوا، وعقوبات تصل إلى الإعدام. سفا معناه هاو نفس الموضوع في المغرب، حل البرلمان يعيد خلط الأوراق، الرئيس حاصر نفسه وألف بين داعميه وخصومه. ساعات بعد قرار سعيد حل البرلمان، الانطلاق في التتبعات الجزائية، نواب يمثلون اليوم أمام فرقة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي. حتى الغنوشي عايطول نورمالمون اليوم العشية مع الأربعة يمشي يبحث. فما جرائد أخرى ما خلطتش على خطاب الرئيس نتاع البارح، ماك تعرفوا يديماري مخر شوية، هو ما زالت تتسائل على الانتخابات المبكرة وزعما نعملوها بعد 3 شهور وكيفاش الريقلة. أما هاو جاوبهم البارح، قال لهم ما ضمضوا، ما لا فتاوي من نجيبوا فيها، الانتخابات في ديسمبر كيما قلنا، حتى نكملوا نبدلوا الأمور الكل على أساس الاستشارة. لا ما مريقلين جاونا به، حتى الاحتكار هاو حاربناه وقريب نكملوه، ولا سوامته وترخص والمواد باش ترجع متوفرة للجميع. اش مازال ما قعد شي؟ حق غدوة فما اضراب عام في الاعلام العمومي اللي حالته من تعبة الى اتعب، يظهر لي هذي بالذات الناس كل متفاهمين فيها بكل توجهاتهم، في انتظار ان الدولة او ما بقي منها تركز مع المعضلة حتى درجين وتحاول تلقى فيها حل. هكا هاو تونس، ريت كيفاه مش قلت لك امورك مريقله؟ هاي يزي فيه البركه. رمضانك مبروك وكل عام وانت بخير والى اللقاء.